المكان ده يا جماعة والله جميل جدا زي ما انتوا شايفين، بس المشكلة ان الاهالي غير مهتمين بنظافته، يعني مهملين والله، اي زبالة يرموها يعني. لكن والله اول ما اتعمل كان جميل وكان اخضر، كان مكان حلو ان انت تجلس فيه، ومازال هو مكان حلو يعني، انا برتاح فيه نفسيا. ولكن المشكلة ان الاهالي غير مهتمة بيه خالص يعني، حتى النجيل اللي فيه بلدي مش صناعي.